تبارك وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. تريد الشرح مع اللمسات البيانية الموجودة في هذه الآية الكريمة؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سورة التغابن. تغابن. 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 وفعلا يعني هذا بها حقيقة أكثر من إشارة. نعم. يعني من أولا من حيث الواقع فعلا هناك بعض الأزواج يعني يجلبن على بعولتهن مصدر شقاء ومحاربة ويخاصمنهم بعض. صح. ما يعني ما تجعل سبب الراحة. يمكن احنا سمعنا انه يمكن زوجة قتل زوجها. صحيح. كثير. مو هكذا. سلم يا رب. من الأولاد أيضا يعادون أولاد أبائهم ويعقون عقوق كثير ويجرعونهم الغصص. احنا عندنا بالعامية مثل يقول ولد رحمة ولد زحمة. ولد رحمة ولد زحمة. رحمة زحمة بمعنى يعني مزعج. مزعج. ولد رحمة ولد زحمة. جيد. أيضا قيل عداوتهم ليس بضر هذا. أحيانا يحولون بينهم وبين الطاعات. يعني لا ينفق يخشى أنه يقصر على أولاده. وهذا فيه عداوة للأهل أيضا. وهكذا يعني. طبعا يوقنهم عن طريق الخير. مجبنة مبخلة محزنة في الحديث. الولد. في الحديث هذا. مجبنة مبخلة محزنة. مجبنة خليه يجبن. القتال ما يروح على هذا. ما يأمر بالخير. ما يلعب. لأجل ابن. والله نقول هذا الكلام الآن يا دكتور. مو هكذا. نربي الأولاد. نربي الأولاد. دع الخلق قد الخالق نربي الأولاد. وأحنما نجود بالمال الأولاد أفضل. ندخر للأولاد. نصنع للأولاد. نعمل. فمجبنة مبخلة محزنة. محزنة لماذا؟ محزنة مرض هذا. راح صابه شيء. والله صدق صحيح. بس هذا الولد فقط أم للولد والبنت؟ لا هو عام. يعني حتى في قوله تعالى وأولادكم. هو الأولاد عامة. هو كلمة الولد للذكر والأنثى. الأبناء هي للذكور. الأبناء يقتلون أبنائهم ويستحيون نساءهم. يقتل أبنائهم. أبنائهم هذه ذكور تحديد. الذكور. ما قال أولادهم. لا تسترضعوا أولادكم. صح. إذا أولاد للذكور والإناث. نعم. أبناء. الأبناء الذكور. الأبناء الذكور. الأولاد عامة. نعم. منهم أصلاً من نحملهم الشفقة. مش الأولاد جمع ولد؟ الولد ولد. ولد وبنت. هذا ولد. لا 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 لا. ابن وبنت. لا لا. أوه هذا خاطئ تعبير شائع. ابن وبنت. ليس ولد وبنت. لا لا. الولد هو البنت والولد. الذكر والأنثى. الولد. إحنا الآن استعمال هذا جاري هكذا أقوله. ولد وبنت لكن لا في اللغة لا. الولد يعني هو الذكر. طب البنت زي الولد. البنت زي الابن. زي الابن. البنت زي الولد لا بأس يعني. يعني هذا اللي نقوله هكذا. نعم. هي البنت مش زي الولد هي البنت ولد. طبعا البنت ولد. البنت ولد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يعني بس الذكور يرضعن البنات ما يرضعن. لا والله صدقت. لا الذكور والإناث. الاثنين. نعم أحسن. دامغة. دامغة تفضل سيدنا. إذا فعلا عدو يعني وبالتالي من يجب الحذر. هو قال منهم ما قال كلهم. إذا من هنا حرف الجر له دلالة. نعم. وأي دلالة تبعيض. تبعيض ليس العموم والشمول. لا 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 تبعيض بعض. فعلا بعضهم ليس كلهم. نعم صحيح.